الافتتاح الأكبر والأضخم لمجموعة إسبيسي مول للمواد الغذائية في شارع عبد القوي بمدينة عدن، والذي يمثل إضافة نوعية في عالم التسوق. إسبيسي مول يقدم عروضاً متنوعة ومغرية والعديد من الجوائز القيمة، الجائزة الكبرى فيها سيارة. الهيبرة طبعاً يتكون من أقسام كثيرة: المواد الغذائية، المعلبات، الثلاجات، قسم المنظفات والتجميل، قسم الأواني المنزلية، قسم البهارات، قسم الخضروات، قسم الحلويات. الحلواني بيكون موجود إن شاء الله، فبإذن الله بنحاول نوفر أكبر قدر ممكن احتياجات الزبون المتواجد هنا في عدن، وإن شاء الله نكون إضافة جديدة إلى خدمة الزبون في عدن. معنا تخفيضات قوية جدا في الأسعار، وبإذن الله بتكون شهرية بالمواد الغذائية في المركز كامل يعني إن شاء الله. وطبعا بتكون في معنا جائزة اللي هي السيارة، بتكون معنا سحوبات أسبوعية وسحوبات شهرية، وإن شاء الله نكون مستمرين في هذا التطور بإذن الله. يسعى المول لتغطية احتياجات السوق المحلية بشكل كامل وبأعلى مستوى للارتقاء بخدمة العملاء، كما تم توفير موقف خاص للسيارات والعديد من الخدمات الأخرى.